جميلة. مرحبا بالضيوف الكرام، ضيوف مدينة القنيطرة العظيمة بمواهبها وطاقتها الشابة. مرحبا بكم في جمعية برج اللقلاق للتربية والتكوين والمسرح، والتي سهرت على تنظيم وإنجاح الدورة التكوينية الأكاديمية المسرحية للشباب تحت شعار بالإمكان إبداع أكثر مما كان. وأكيد كما اعتدنا على مدينة القنيطرة ومبدعيها الكرام، عهدونا دوما بتأطير طاقات شابة في مختلف المجالات. إذن نفتتح وإياكم هذه الأمسية الطيبة بآيات من الذكر الحكيم، ويليها مباشرة وقفة النشيد الوطني المغربي. نشكركم على الدعوة ديالي كرئيس ديال جامعة القنيطرة، وهذا جاء في إطار الشراكة ديال جامعة القنيطرة مع جميع الجمعيات اللي نشطوا مدينة القنيطرة هذا الصيف. لاحظتوا تقريبا شهر يونيو، شهر يوليوز وشهر أوت كان واحد أنشطة عديدة وكثيرة اللي كانت في مدينة اللي احتضنها، إما القصر البريد القنيطرة ولا الساحة الإدارية ولا المركب الثقافي اللي هنا. دونك هادشي كامل جا في واحد الإطار ديال اللي تنجها اللي تنهجوا للمجلس الجماعي باش يرجع للروح لمدينة القنيطرة، لأن الروح ماشي هو البناء، وهو بناء مزال البناء، ماشي هو الحيط، ولكن هو الثقافة، هو الشعر، هو الفن، هو الرياضة. دونك هادشي اللي كنا فتقدنا واحد المدة، ولكن حان الوقت باش كنا نخرطوا في هادشي هذا. والحمد لله راه البنية التحتية الثقافية ديال القنيطرة غادي تعزز بعد ما شاهدنا عاوتاني انطلاقة الأشغال ديال المسرح المركب الثقافي ديال القنيطرة، واللي غيطلب واحد المبالغ باهظة، ولكن ما فيها بأس، لأن ما هو ثقافي يستحق كل ذلك. مرة أخرى تنشكر الجميع اللي قاموا بالواجب ديالهم، واللي صرفوا الدعم اللي تعطى لهم، وكان هناك شرط أنه هذاك الدعم نشوفوه في الواقع، والحمد لله هذه المرة شفنا الدعم في الواقع، ما مشاش في لي كارطابل ومشاو في شي بلايص اللي ما شفناهم شيء، ولكن الحمد لله هذاك الشيء اللي خداو راه شافوه، ونتمناو لهم التوفيق. هذه بداية الدعم، كان نطلبوا الله يكون في المستقبل دعم أكثر، ولكن الحمد لله هذا الشيء اللي شفناه الآن يبشر بالخير، والحمد لله زعما هذاك الشيء اللي كنا تنتظروه راه لقيناه. فهنيئا للجميع، هنيئا للشكر الخاص للسي الهيئة الثقافية اللي ترأسها السي الدحيم نائب المكلف الثقافة والرياضة، للعناصر الخفاء، منتفض الخفاء اللي كذلك تيشتغلوا ليل نهار في هذه اللجنة باش يوفروا لنا هذه الأطباق اللي تنشوفوها اليوم، جميع الصحافة كذلك الإعلامية تيواكبونا، والجمهور الكريم، وكل من يساعد من قريب ولا من بعيد في هذا المشهد الثقافي اللي بغينا يتحيى ان شاء الله، وغادي يتحيى ان شاء الله. شكرا. جمعة السبت والحد اللي كان فيها تحضير العرض الفني اللي حاولنا من خلاله كفنانة نوصلوا مجموعة الرسائل. شكرا. مجموعة ديال الرسائل اللي كترجم مجموعة ديال القضايا اللي نتوما كاملين كنت انا شخصيا كنتم. شكرا سي العربي الدوش، ودائما كنقولها هنيئا لمدينة القنيطرة بهذا الأطر التربوية والفنية. أنا لست مغنية،
اسمح لي السي العربي مدير الدورة بغيت غير نجاوب. أنا لا اسمح لي خويا العربي غادي نجاوب. قلتي أننا تنازلنا على القيمة المالية. واش القيمة المالية ديال 1000 درهم 2000 5000 10000 20000 درهم تساوي هاد الطاقات اللي شفتو؟ فخور جدا انني كنت جديدة صغيرة فاننا نشوفوا هذا الخير هذا تبارك الله. السي زياد حنا جالس اللور وقال لي نصرح في القنيطرة ديال الحي. دعوة مرة أخرى للسادة في المجلس الجماعي. أسيادنا وأسيادنا أرجوكم من هذا المكان المقدس دعموا العمل الجد. عيش.